حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا صبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه هنا معلش اسمح لي يعني شيخ ابراهيم، يعني عم ابراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الاطفال قران؟ عم ابراهيم بيعلمنا القران من اكتر من 30 سنه، وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم احفظهم قران. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت بتعلم؟ اديك قلتها بيدعوا. انا لولا حافظ كتابكم كلمه كلمه ما كنتش عرفت افرق بين الاسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحله دي؟ كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. راجل مؤمن قوي قوي.